حلية أو عربة واحدة أو عربتين خلال الأغنية تكفي تطرب اللي يعني عرفت لما يكون واحد مندمج معك ما تكثر منها مندمج معك في الأغنية لما تعطي حلية عرفت تشده أكثر صح. تلفت انتباهه أما لما تجلس تكررها أكثر من مرة فتصير الشغلة مملة خلاص يعني أغنية وانتهينا والسلام حلو. بس ترى حتى وقت التصفيات أنا شفتك الأصوات اللي فيهم بحة تكون أصوات يعني الشغل عليهم أكثر من الأصوات العادية فنفسك أنت وفي بعد عندنا فهد الملة إنزين هم صوته يعني صوته فيه بحة فأنتوا اثنين تعتبرون يعني مميزين أكثر ليش لأن أصواتكم فيها بحة ما شفت أن هذا الشيء بس مميزة شيء حلو هو مميز أنا قلت بس ما يعطيك أن هذا الشيء مجهود أكثر تشتغل على نفسك وحتى أستاذ فهد الحداد يعطيك مجهود أكثر للشغل أكيد. ولا نفس شو اسمه لا أكيد أكيد يعطيني مجهود إنه أختار الأغاني اللي تناسب الصوت تناسب البحة يكون يعني تصير محصورة الأغاني اللي نقيها لك مو أي أغنية تمشي ويا أكيد الصوت. ولكن مو دائما يعني في أغاني يعني تقدر تغنيها عادي ما عندك أي مشاكل لكن على البحة يعني في أغاني إذا كانت خصوصا السلو أحلى على الصوت عشان كذا أنا أحب شيرين يعني شيرين بحثها بس مو طبيعية عرفت فالأغاني أتوقع الأغاني السريعة يعني تكون فيها شوية مشكلة بسيطة لكن إن شاء الله أتغلب عليها إن شاء الله طيب أبغى أعرف كل مرة نسأل متسابق يقول لا احنا بخير لا everything is good مش عارفة بس أبغى أعرف الدراما اللي تصير يهمها ترى هالشيء هذا أبغى واحد يقول لي الصراحة كل المشتركين اللي يقولنا هني دراما في إيش يعني بينك وبين المتسابقين يعني مثلا انت الحين يمك خلص واحد اخذ اغنيتك ولا شيء اللي هو نبغى نعرف مثلا غيره حسد تتمنى يغلط تتمنى يكح وهو قاعد يغني لا ما كان يا رب يطيح لا ما كان يعني هذه مسابقه يعني عرفتوا نتمنى الخير للجميع يعني انتوا حاسين وصارت صارت بيننا يعني الفه و ايه صرنا يعني زي الاخوان عرفت صرنا نفس الاخوان نساعد بعض في الاغاني يعني ما توصل لدرجة انه اتمنى انه ما يختارها ان شاء الله يغص لا زين صعبة شوية انسى الموضوع بدون ذكر اسامي ما في واحد معاكم بالجروب تحسونه لا شوية حاقد عليكم او كذي نفسه مو صافية اقول لك على حاجة الجروب اذا في قول في واحد تقول الاسم تقول رقم التصويت بس معانا اسم التصويت لا جروبنا احنا خاصة يعني جروب ضحك للأمانة يعني فني فسالفة انه واحد اذا كان كله جروبنا احنا فني فلو في واحد يبين انه في حقد في غل في كذا بيبين ومو مبين للحين؟ لا بس لا الحمد لله لحد الآن انه سارة انا وانت خلاص ما راح نقدر نطلع منهم شيء لحظة خلنا نرجع حق خلاص يعني احنا نحاول بكل حلقة نحاول بكل يعني ضيوف بس لحظة بقول لكم شغلة انا وايد وصلني ان انت بالذات وايد قال ان انت معاجبهم ان انت يعني ماشي ان انت يعني كنا وايد شايف نفسك انه وان صوتك مو حلو وان انت داش بثقة وان انت الوحيد اللي عندك بحة وان يعني وايد وصلنا حكي دير بالك ترى تبي تثبط عطاء لا انا ما اعرف انا ما كنت اعرف شكلك انا تذكرت واضح جدا ما شاء الله هي هذا دور البرنامج ولا قدرنا حسافه كلمة واحدة قال لي واضح بس احمد ربك انها ما تحتك بشيء لا الوجه الملائكي يعني وما يخفيه يعني شيء اخر يعني لا انسى الموضوع لا بس دير بالك احمد ربك انها يعني ما مدحتك لان اسرار معروف عنها انها ليزريه 100% ما شاء الله اعطتك واحده كذي تقصك منها ما شاء الله طب بدي الليزريه يمكن تشيل البحه تروح البحه منك لا رجاء والبحه اساس صوتك يعني يعني كبرت معاي وربت معاي رجاء غاليه البحه مميزه صوتك كله يلا خلنا نرجع حق خلف عاد استلمتكم اسرار الله يعينكم فعشان كذي خلي هو يقول لنا شنو الشيء؟ لا خلاص على الدراما خلاص اي هو هذا سؤالي ما ادري ايش اقول يعني ما اسمع لا انا اعطيك اياها بشكل ثاني قول شنو الشيء اللي شفته كونك مشاهد مو مشترك ببرنامج صوت السهاره ما شفته بالبرامج الثانيه كونك يعني مشاهد مو مشترك اللي شفته ببرنامج صوت السهاره ما شفته اي لو انت مشاهد بالبيت طالعته وطالعت برامج ثانيه يعني ما في مثلا التصنع الزايد على الكاميرا مثلا ولا شيء الكاميرا دايركت شغاله يعني طول البروفات شغاله كانت وكنا نسولف ونضحك يعني انا يعني الوضع اللي بالبرنامج يعني مستحيل انه يمر يوم يعني انا انسى اللي صار كله جراح قاعد يضحك
جراح جراح انا اقول لك يضحك انا اقول لك ليش يضحك جراح على الساعه اللي ناسينها انتم لا هذا في شيء راح بدر قاعد يطبخ شغله فهذا صوت تقرير بدر اوكي زين كمل نسي الفرن ولا فالوضع اللي يعني اللي احنا صرنا فيه يعني مثلا نفس جروب كامل كلنا هدفنا واحد يعني ويعني شيء ما راح يمر يعني مرور الكرام وانساه لا بيظل بالي لما ان شاء الله ولدي يمشي معك زين جراح انت تغني الاشياء الحزينه او الاشياء يعني العربيه الخليجيه داخلك شنو تغني اشياء ثانيه لغات ثانيه او توجه ثاني ولا انت بس توجه واحد عندك احب اجرب يعني احب اجرب اكثر يعني اشوف صوتي اذا كان اوكي بالاغاني الثانيه اجرب المحاوله يعني بينك وبين نفسك ما تفكر انك تغني شيء معين صوت معين والله اكيد ليه لا يعني مثلا انت عارف انه المستمعين انواع واذواق يعني صح يعني مو بس خليجي في ناس يحبون يسمعون فنان او مطرب خليجي يغني مثلا شيء لبناني ويضبطه صح عرفت فتكون حلوه عليه يعني في فنانين واجد يعني سووا الشغله هذه بيلي تشاو صوت السهاره وبرنامج صوت السهاره سالنا عنه خلاص بما فيه الكفايه الحين انا والناس بالبيت يبون يعرفون اكثر عنك حياتك الشخصيه كون الحين انت عليك ضغط وعليك لود ببرنامج صوت سهاره في منافسه وايد قويه لصوت طبعا كلها مميزه بدون استثناء كلها صوت مميزه لجنه التحكيم مميزه اساتذه طبعا مميزين حياتك الشخصيه شلون تقدر توازنها وشنو هي حياتك الشخصيه وين تروح وين تجي شوف انا يعني من برا صوت سهاره يعني حياتي البيت نفس اي انسان عادي بينه وبين اهله قاعد دوانية لعب كره قهوه مو وايد ويا ما يعني سوالف طلعه روح اطلع وتعال كذي كلش بعيد يعني انت عندك لعب كره وانت قلت لك انت مشترك بنادي سله أي. سباحه فكل الالعاب اللي قاعد تقول عنها العاب جماعيه يعني أيوة. انت المفروض تكون اكثر يعني اكثر اي يعني ما مو داش بالسمرات لا 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 يعني انا يمكن صاحب نادي وكذي وعاشر ناس وايد واشوف ناس وايد واقعد مع ناس وايد بس انه هذا بس هذا طبيعي يعني خلاص ما اخذ على الوضع بسرعه ما توالف بسرعه بس لاكثر وقت شكلك ماي واحد تامل له لا لان انا عايش بالاساس بين ناس وبين يعني بين اهلي وعيال خالي واللي حوالين يعني مو مخلين علي قاصر من كل ناحيه اها فعلشان كذي يعني ما اتوقع اني بلقى احسن انت الحين طبعا تدرس حضرتك انا ايه وين تدرس؟ طالب دحين طالب انزين أيوة. صوت سهاره ما قاعد تشوف اي اثر على دراستك؟ ولا معطينكم الوقت المناسب حق يعني التدريبات؟ لا هو كل شيء يعني ضبط وقتي انا أه. عارف متى انا بروح مثلا طيب عندكم مواهب ثانيه؟ وين ميمي عندك انت؟ كان عطتك جدول كذي متى تدرس؟ متى تجي صوت السهاره؟ هو اكون صريح يعني ما ادرس شاطر يا سلام بس بدا يفتش الخجل شاطر ما له داعي يدرس انت سكت حتى قطعت لنا واحد طيب عندك مواهب ثانيه غير الغناء؟ اي ايش عندك؟ احب العب قدم، احب السباحه احب العب سله ايه استانست ساره احب يعني العب جنجفه وايد اشياء انزين عرفنا حياته جراح بما انك عايش بين الكويت على قولتهم بين السعوديه الكويت السعوديه تقريبا نفس الشيء نفس الحياه بس تفرق ان في ممكن انفتاح اكثر بالكويت عن السعوديه نعم صح ولا لا صحيح. انزين شلون تقدر توازن بين الحياتين حياتك الشخصيه بين الكويت وبين السعوديه خاصة أنت الحين مشترك ببرنامج تقريبا أسبوعي وفي عندكم بروفات وعندكم تدريبات شلون تقدر توازن هذه اللوية وبعدين أبي حياتك الشخصية شلون يعني تصنفها وين تروح وين تي والله شوف بين السعودية والكويت أنا في عندي أهل في الكويت يعني موجودين ف يعني عادي أجي من السعودية كأني من بيتنا إلى بيتنا في الكويت يعني. فالوضع طبيعي وعادي جدا يعني وبالنسبه للحياه الشخصيه انا انسان يعني كثر ما اقول لك انسان بيتوتي الى ابعد الحدود حسيت كذي من قلت انك تعشق الانترنت بشكل مو طبيعي طب قل لك من فين من السعوديه من الخبر خبر نعم
قريبه على الكوت وايد. انزين هواياتك سو كيوت ماي جاد. هواياتك شنو؟ هذا ويلكم تو ذا جادر. شنو تحب تسوي بوقت فراغ؟ انا عرفت ان انت تحب النت وكذي نفس ما قال بدر. قول لنا اكثر عن الموضوع، قول لنا هواياتك، نبي الناس تعرف مشتركين صوت سهاره مو انه بس ناس بس تغني، نبي نعرف الجانب اللي ما طلع بصوت سهاره نبي يطلع معانا هنا بالجادرنج. قول لنا شنو هواياتك، شو تسوي في وقت فراغك؟ والله يا طويل العمر مثل ما قلت الانترنت عرفت، يعني احب انه ادخل مواقع واتصفح و... هواياتي الثانيه يعني ارسم على خفيف بعد رسام. انا قايل يرسمني يعني انا ما I'm not a professional يعني. اي شنو انواع الرسم اللي تحبه؟ لا الرسم الكاريكاتير. لا يعني بترسم اشياء وتوديها للجرايد وكذا؟ لا لا انا ارسم يعني ارسم اعرف شخصيات وانسبها لاخواني او اصحابي واحط فوقها تعليق. زين شايف توعدنا اذا قدرت ترسم لنا رسمه عن الجاذرنج. احنا طبعا كاريكاتير يكون الوجه ما شلون صاير، اوكي فترسمنا احنا الاربعه بما ان ميمي مو موجودين كل مره وطرش لنا الصوره ونعلقها هنا. نعلقها هنا. لا شايف انطر لما ميمي ترجع ارسم لي. لا اوكي واثق من البدايه تقدر. لا عندنا الخامسه واحدة معانا بس لا ما نطول مطولة ميمي. دش اليوتيوب طالع حلقاتنا اللي قبل اللي كانت ميمي موجودة شوفها وطلع عاد الصورة كاملة. والله ما تنحط بالسيديو إذا صورة ميمي مو موجودة. أنت حلفتي وراح تدفعين كفارة لأن ما حد فينا راح يخليك. زعلتوها أنت على حلفك. لحظة أنا بعرف شغلة. عرفنا صاحبك فلتاوي أنتوا اثنين وايد ربع بالبرنامج. والله تقول هذا شيء هم توقعوا مو احنا اللي قلناه. عاد شوف صاحبك وايد يلعب رياضة زين ومو بيتوتي. وهو ساكت ما يتكلم. طيب انت بيتوتي بس بعرف الرياضه الحين تلعبها، شنو دور الرياضه بحياتك؟ دور الرياضه طول العمر انا حاليا في طور الرجيم يعني المشي يعني من احلى رياضاتي يعني احب انه امشي عشان اسهل رياضه. لا ما هي اسهل رياضه. هي يبغى لها وقت، يبغى لها تنظيم. احسن يعني رياضه اصلا المشي. هو الحين ماشي مع الرياضه اللي تناسب الدايت ماله اكثر. يعني مو بوقت مثلا انه هو يفكر يلعب كره قدم او يلعب مثلا هالاشياء صح. لا شوف انا احب كره القدم، انا العب كره القدم. ولو اقول لك موقعي في الملعب يمكن يصدمك. مهاجم عرفت كيف. ف الرياضه حاليا مثل ما قلت لك قاعد اسوي نظام دايت وكذا ومخفف اكل ومع مشي وسويدي على قولتهم يعني. زين نظام الدايت نفسه انفرض عليك من استاذ فهد الحداد او من اللجنه بالبرنامج ولا لا؟ لا حاشا والله ما تكلموا شخصيا. شخصيا يعني مساله الرجيم مساله شخصيه. معنا ترى شكلك زين يعني ما انت سوبر فهد ولا انت سوبر سلم يعني فشكلك ترى وايد زين بس الصحه هم حلوه. انزين احنا ترى نبي نمشي بعد الاستديو بنروح الخفجي نروح ناكل مندي، تبي تجي معانا ولا لا؟ طيب اي مندي فيهم طيب؟ شفت شلون اي رجيم انت مسوي؟ انا قاعد اسال انا قاعد اسال انا قاعد اسال اي واحد فيهم يعني وصلت الى الخفجي وعرفت منطقه الخفجي ما قال بياكل وياك اعرف المطعم اللي لفت انتباهك. لا شوف قبل خمس سنين يمكن اتذكر انه ابوي ودانا كنا بالبحرين ودانا بسياره ذوقنا المندي فانا فقاعد اقول لك انه ها تجي معنا ولا لا؟ المندي. مو تجي معنا هو اللي ياخذ. لا 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 دولته. لا لا والله قبل خمس سنين ما كان في مندي اساسا في الخفجي. لا لا امزح معك. لا لا ما لا زين في هنا مطعم تريد عشان تروح. لا في 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 مطعم ما بسوي له دعايه بس اسمه يعني. مندي جده ما سويتي له دعايه. لا لحظه بما ان الوقت ما حد يكم الرقم ما حد يكم العنوان. ايش اسم الوقت قاعد يهمنا مندي جده اسمه مندي جده. اها خلنا الحين من المندي وتدري جراح الحين انت راح تغني شوف ببجي قاعد يتل اللي ما تحبه بعد ما يغني جابون على تاتش حلقتنا اليوم مو مشكله بس أوكي. الحين لان الوقت قام يداهمنا ظهر انه ماكو وقت نبيك تغني شيء زين ما شافوه ناس بصوت سهاره يعني شيء مو خليجي مثلا يعني هذا الاختيار يكون لك شنو اللي تبي تغنيه بس ما نبي شيء انا هذا اللي قاعد اركز عليه ابيك تغني شيء بس ما يكون يعني بصوت سهاره اللي تبونه لغه ثانيه بس اساس الناس تعرف شيء ماشي ماشي ما عدا اللي قلنا لكم لا تغنونه قبل الحلقه ماشي ماشي غني رهيب كلم الفضي والله غنيها غني شنو رهيب والله يلا سايلنت تفضل راح اغني اغنيه ثانيه يعني بس انه مو حافظها رهيب يمر الوقت
وذكرى ندامة 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 على من علم.